كما تعودنا وكما هي الحال أن نكتشف كل يوم نوعاً جديداً من الكائنات يثبت أننا لسنا وحدنا على هذا الكوكب وأننا لا نعلم الكثير عنه كما كنا نتوقع. فكما رأينا فإن الإنسان لا يعلم الكثير عن هذا العالم الذي يعيش فيه. فنأتي اليوم بموضوع جديد ومشوق عن أغرب 10 أنواع من الثعابين وبعض المعلومات التي قد لا تصدق. لننطلق. السلام عليكم متابعي قناة ثقافة ومعرفة. قبل أن نبدأ الفيديو دعونا نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الأناكوندا الخضراء. متوسط وزنها 88 كيلوجراما، قد تصل في بعض الأحيان 250 إلى 300 كيلوجرام. كما إن لفظ أضخم ثعبان في العالم مستمد من وزن الأناكوندا وليس من طولها. تذكر بعض التقارير أنه إذا كانت الأناكوندا الخضراء جيدة التغذية فكل واحد متر من طولها قد يزن 100 كيلوجرام، وقد يصل وزنها كاملة إلى 500 كيلوجرام. الأصلة الشبكية. حيث رصد أطول فرد من أفرادها 33 قدم و9 بوصات، أي ما يقارب 9 أمتار و85 سنتيمترا، وتزن الأناكوندا الخضراء ضعفي وزن الأصلة الشبكية إذا كان بالطول نفسه. التايبان. أخطر 10 ثعابين في العالم تختلف في الترتيب حسب الجهة العلمية الدارسة، ولكن التايبان الداخلي يحتل المركز الأول بلا منازع باتفاق الجميع، حيث أن كمية السم الناتجة عن العضة الواحدة كافية لقتل 100 رجل بالغ أو 250 ألف فأر. المامبا السوداء. يعيش في إفريقيا حيث يستطيع قطع 14 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 22.4 كيلومتر في الساعة. يستمد المامبا السوداء اسمه من اللون الأسود للغشاء المبطن للفم وليس من لون الجسم. أفعى الجابون. صاحب أطول أنياب في عالم الثعابين، قد يصل طول أنيابها إلى بوصتين، أي ما يعادل 5.4 سنتيمتر، يصل طولها إلى 174 سنتيمترا، ويصل وزنها إلى 8.5 كيلوجرام. الكوبرا الملك. أطول ثعبان سام في العالم، يحمل كمية من السم تعادل 2 أوقية، وهي كافية لقتل فيل أسيوي، وتزن نحو 6 كيلوجرامات. الأفعى القزم المرقطة. أقصر ثعبان سام مكتشف على الإطلاق، تعيش في المناطق الجنوبية من قارة إفريقيا، ويصل طولها 8 بوصات، أي ما يعادل 20 سنتيمتراً، ولم ترصد أي حالات إصابة أو وفاة بسبب سم هذه الأفعى حتى الآن. الأفعى ذات الأجراس. تستطيع الأفعى ذات الأجراس عض أي شيء يلمسها حتى بعد موتها بساعة، وقد اكتشف العلماء بقاء رد فعل العضلات المسؤولة عن الهجوم نشطاً بفعل بعض المواد التي تفرز عن طريق المخ. الأفعى ذات العنق الدائري. يتراوح طول البالغ منها ما بين 25 و38 سنتيمتراً. سمها ليس خطيراً كما تشتهر بطبيعتها الهادئة، وتكتفي بالالتفاف حول نفسها كطريقة للدفاع عن النفس. الأفعى المرجانية. اكتشف أكثر من 65 نوعاً من الأفعى المرجانية حتى الآن، ويتراوح طولها ما بين 90 سنتيمتراً إلى 150 سنتيمتر. على الرغم من جمال هذا الكائن، لا تستهن بخطورة سمها. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة ثقافة ومعرفة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.